مساء الخير. ضيف الأسبوع المغربي سياسي وباحث شاب، تدرج في حزبه ليصبح عضوا في أمانته العامة وأحد أهم منظريه. ساهم في صياغة البرنامج الانتخابي لحزبه منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وعلى مقترحات الحزب قبيل التعديل الدستوري الأخير في المغرب. أسس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة الذي يسيره، وهو أيضا أصغر وزير في حكومة سيد عبد الإله بن كيران. مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، شكرا على قبول دعوة نسمة. شكرا. سي مصطفى الخلفي، غادي نبدا معاك من مستجداتك كوزير للاتصال، علما انك جيت الوزاره من الصحافه لاسباب متعدده، منعتي عدد من الجرائد او منعتي توزيع عدد من الجرائد والمجلات الاجنبيه في المغرب. واش كنتي كتوقع بدايه بحال هذه في الوزاره؟ من يتحمل المسؤولية يتوقع أي شيء. المغرب بلد الحرية، أزيد من 1000 مطبوعة تدخل إلى المغرب بين يومية وأسبوعية وشهرية، بحيث 45 مليون نسخة سنويا توزع في المغرب. عندما تحملت المسؤولية تم وضع سياسة جديدة تهم العلاقة مع المطبوعات. هنالك قانون في المغرب الفصل 29، هذه السياسة الجديدة قائمة على 3 مبادئ. أولا، أن أي منع ينبغي أن يكون مبررا مبنيا على معطيات موضوعية مؤسس ليس فقط على القانون الوطني بل أيضا على القانون الدولي. ولهذا عندما تم منع 3 مجلات بسبب انتهاك حرمة الرموز الدينية، تم الاستناد في ذلك فضلا عن القانون الوطني على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 224/65 في أبريل 2011، يدعو إلى منع كل عمل إعلامي أو ما يشابهه ينتهك حرمة الرموز الدينية. ما حصل عندنا هو تجسيد الذات الإلهية، هو نشر صورة للنبي صلى الله عليه وسلم والنار تصدر من رأسه فيها تحقير. فكان لابد من اتخاذ هذا القرار انسجاما مع قرار أممي. ثم ثانيا، ما حصل مع جريدة إسبانيا، كنا بكل بساطة ندعو إلى أن يتم التعامل مع جلالة الملك في بلادنا مثل ما يقع في إسبانيا. لا نقبل أي إساءة أو سب أو قذف أو تشهير مبني على وقائع أو هي بمثابة مزاعم كاذبة في نهاية المطاف تنتج تشويه لصورة البلد. نحن بلد ذي سيادة، بالتالي كانت هذه السياسة تقوم على الوضوح، على وجود قرارات معللة ومبنية على معطيات ملموسة، وهذا الذي تم الاستناد عليه. المغرب الآن يوجد تحت المجهر، وتجربة حزب العدالة والتنمية اللي كتنتمي ليه على رأس الحكومة المغربية هي كذلك تجربة تحت المجهر. هناك حديث عند العديد من المراقبين والمتتبعين في المغرب والخارج عن تراجع في حرية التعبير في السنوات الأخيرة في المغرب، علما أن تراجع بحال هذا ممكن يأثر على أمور كثيرة بحال الاستثمارات الأجنبية وغيرها. كيفاش أنت كوزير الاتصال وكناطق رسمي باسم الحكومة كترد على هذه التخوفات؟ أولا، الدستور الجديد أقر بابا واسعا للحقوق والحريات، فهنالك الآن جهد لتنزيل هذه الحريات على أرض الواقع. تجلى ذلك أولا في المصادقة، موافقة الحكومة على أساس أن تتم المصادقة في البرلمان على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وملائمة القانون الجنائي معها. الآن على المستوى أيضا السياسة التواصلية التي اعتمدتها الحكومة وتوسيع هامش التعامل مع وتقبل النقد، فهنالك مسار يتجسد على أرض الواقع يقع فيه، لا أقول تسامح لأني ضد هذه الكلمة، بل يقع فيه تجسيد ما نص عليه الدستور من أن حرية الصحافة مضمونة، ومن أن الحريات التي ستشكل الرافعة والقوة الدافعة لتجسيد التنوع الذي أقره الدستور على مستوى الهوية والانفتاح الذي نص عليه الدستور على مستوى الثقافات العالمية. غادي نرجع معك لهذه المسألة ديال المنع. معروف سي مصطفى الخلفي أنك مستعمل كبير للإنترنت وللتكنولوجيات الحديثة، هل يمكن اليوم أن نتحدث عن المنع في وجود الإنترنت وإمكانية ولوج جميع المستعملين المعلومة الممنوعة على الإنترنت؟ المنع في العمق التوصيف القانوني هو عدم الترخيص بتوزيع مطبوع معين، أي عندما يتم اللجوء إلينا لطلب الترخيص. أما مسألة الوصول إلى أي شيء فهذا يهم حرية اختيار أي إنسان. آنذاك في زمن الإنترنت، وهذا عالميا هذا متعارف عليه، حق مكفول لكل شخص يستعمل الإنترنت، حرية الاختيار مكفولة بالدستور، لا نتدخل فيها في الفضاء الخاص.
في الفضاء العام هذا نحترم القانون. أي بلد، يعني في نعطي مثال، إسبانيا، مجلة إسبانيا في يوليوز 2007 قامت بنشر رسم كاريكاتوري مسيء لولي العرش، ولي العهد الأمير فيليب. النتيجة أن الشرطة قامت بمصادرة العدد من الأكشاك. العملية التي نحن نتطلع إليها أن قرار المنع سيصبح مرتبطا بالقضاء حتى نجسد ما جاء في الفصل 28 في الدستور، وأن يصبح للسلطة التنفيذية حق الحجز المؤقت إلى غاية صدور حكم قضائي. آنذاك ستصبح هنا ضمانة ممارسة الحرية واسعة وكما جاء بها الدستور الجديد مكفولة، وفي نفس الوقت نتيح للمجتمع أن يحمي، أن يشتغل في إطار القوانين التي تنظم فضاءه العام. لا ينبغي أن ننسى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أقر في المادة 19 مسألة تقنين الحرية، لأن الحرية ليست مطلقة، بل الحرية مرتبطة دائما بالمسؤولية، وكل مجتمع في إطار نظام ديمقراطي يضع القوانين التي تلزم الحكومة كما تلزم القضاء كما تلزم باقي يعني السلطة التشريعية بأن تؤطر السلوك في الفضاء العام. طيب علاش ما نخليوش للقارئ الامكانيه ديال انه هو يختار شنو يقرا وشنو ما يقراش، على اساس انه مؤهل انه يدير هذا الاختيار بنفسه؟ من حقه يمارسه كما قلت عبر الانترنت، ليس هنالك قيود على الانترنت. هذا الامر الاول. الامر الثاني، عندما يتعلق الامر بالفضاء العام فهنا الحكومه هي ملزمه بتطبيق القانون. القانون من يضعه يصدر عن المجتمع من خلال مؤسسات منتخبة ديمقراطية، وبالتالي الحكومة ملزمة بتطبيقه. القانون بالنسبة إلينا صريح، وهذا ليس فقط على مستوى القانون فيما يخص الإساءة للأديان أو الإساءة للمؤسسة الملكية أو للوحدة الترابية. نحن نتحدث هنا أيضا عن منظومة دولية. الدستور أقر ضرورة الالتزام، لا يمكن التعاطي بانتقائية مع الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية. ومن الأمور المضحكة أن أحد مسؤولي هيومن رايت ووتش قال بأن القرار الأممي الذي استندت عليه السلطة المغربية فيما يخص مناهضة شوي صورة الأديان غير ملزم، وكأننا أصبحنا نتعاطى بانتقائية مع القانون الدولي، وهذا غير مشرف لأي كان يدعي أو يعمل وله رصيد في مجال الدفاع على حقوق الإنسان. بعيدا عن المنع، كتشتغل مؤخرا على مشروع المرصد الوطني للمرأة وصورة المرأة في الإعلام. عمليا شنو غادي يجيب هذا المرصد بشكل عملي للمرأة وصورة المرأة في الإعلام في المغرب؟ أولا، المغرب تقريبا هذه أزيد من 6 سنوات كان عنده الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، الذي يناهض وينبذ كل تعامل تشيئي يختزل المرأة في جسدها. المرأة إنسان، ينبذ ويرفض كل تعامل مع المرأة يوظفها كعلامة تجارية أو إشهارية ويحط من قيمتها وكرامتها. الميثاق كان نتاج جهد وطني لكل تيارات المجتمع. للأسف الشديد بقي الميثاق حبر على ورق. عندما تحملت المسؤولية وجدت أن أحد أهم المشاريع التي ينبغي إحياؤها هو هذا المشروع، على أساس أن يكون نتاج شراكة بين الوزارة والمجتمع المدني. ولهذا فكرة المرصد هي فكرة إحداث مؤسسة مدنية من كل الجمعيات والهيئات التي ساهمت في إعداد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، على أساس أن الوزارة تقوم بتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للمرصد الذي هو تحت سلطة المجتمع المدني إن شاء الله بشراكة موثقة. يقوم هذا المرصد بثلاث أعمال. أولا، ببرامج ديال التكوين ديال الصحفيين والصحفيات والمشتغلين في مجال الإعلام العمومي الخاص في هد على ضوء الميثاق، ومناهضة كل أشكال التمييز وترسيخ ثقافة المناصفة، ما جاء به الدستور في هذا الإطار مرجعية. ثانيا، أن يعمل على إحداث جائزة وطنية سنوية لأفضل مقال أو تحقيق أو عمل صحفي يهم المساواة بين الجنسين وكرامة المرأة المغربية، جائزة محترمة تشكل حدث. ثالثا، وهذا هو بالنسبة إلي بيت القصيد، أن يقوم المرصد بإصدار تقرير سنوي يمثل سلطة مرجعية عن صورة المرأة في الإعلام، لهذا أن يكون له طاقم يقوم بعملية الرصد والمتابعة على أساس الميثاق الذي هو مرجعية وطنية يشتغل. من هنا نخرج هذا الميثاق من الرفوف، ننفض عليه الغبار ونحوله إلى مرجعية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي.
هل سيكتفي بالمتابعة أم أن المرصد سيكون له سلطة الردع مثلا في حالة تجاوزات؟ هذا الأمر معلق على إحداث المجلس الوطني للصحافة، وعلى الذي سيمكن أن هذا المرصد أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذا المجلس، خاصة في القضايا المرتبطة بالقاصرين والقاصرات. ثم ثانيا أن هذا المرصد أن تكون له علاقة وثيقة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، هي هيئة حكامة مستقلة، بالشكل الذي المرصد أن لا يكتفي بالتكوين والرصد والتثمين، بل أيضا بالاقتراح والمساهمة في السياسة العمومية للنهوض بمكانة المرأة في المجتمع. وقعت مؤخرا بوليميك حول تصريحات لبعض قيادي الحزب والمسؤولين من الحزب داخل الحكومة ضد بعض المهرجانات، كيفاش كتعاملوا كقيادي في الحزب وكمسؤول حكومي مع هذه الخارجات؟ أولا أنا حتى أجيب بشكل مباشر، الحكومة لم تدرس هذا الموضوع، وليس هنالك موقف رسمي، ولم يطرح عليها هذا الموضوع، لأن هذا أمر يهم أحيانا مؤسسات خاصة أو في حالة ارتباطه بمؤسسات عامة. وهذا مثلا الأمر الذي أشتغل عليه في وزارة الاتصال هو إصدار دفتر تحملات على شاكلة نماذج دولية لتقنين المهرجانات السينمائية، وسيتم طرح نفس الموضوع على وزارة الثقافة بخصوص المهرجانات الثقافية. المغرب يتوفر على أزيد من 53 مهرجان، يمكن نقول المستوى المتوسطي، المستوى لقرنا المغرب مع أوروبا، المغرب هو ثاني بلد، الأولى هي فرنسا وفي عدد المهرجانات، والثاني هو المغرب، يعني يتقدم على إسبانيا ويتقدم على ألمانيا ويتقدم على إيطاليا ويتقدم على بريطانيا. وهذه معطيات المرصد الأوروبي للسمع البصري. طب واش هذاك يعني ان كطلب منا نفصلوا ما بين تصريحات القياديين في الحزب وما بين موقف الحكومة، لان موقف الحكومة الحكومة هو ما يعلن عنها، ما يصدر عنها بشكل رسمي، وأنا سئلت على هذا الموضوع في الندوة الصحفية الأسبوعية وعبرت على هذا الأمر. في نفس الوقت أي موضوع سيناقش يهم أي قضية سيتم التعبير عنه بشكل رسمي. ما يهمنا حاليا وهو أن نحن في الوزارة نشتغل على هذا دفتر التحملات بين المركز السينمائي اللي هو معني بتتبع هذه المهرجانات والوزارة. تم الآن صياغة مشروع الآن في المرحلة الأخيرة دياله حتى يصدر في الجريدة الرسمية لتقنين المهرجانات السينمائية وإخضاعها لقواعد الحكامة والفعالية. طب واش ما يمكنش انه داخل الحزب طالبوا بضبط مثل هذه الخرجات، لانه الخرجات ديال قيادي الحزب ممكن تقرا بالنسبه لبعض المتتبعين على اساس انها نوع من الشعبويه اللي كتمشي لكي ترضي القواعد وتاتي فيما بعد خطابات تطمينيه للنخب على اساس ان هذا كان مواقف شخصيه لبعض القياديين. لا لا، أنا الواقع هو خلاف ذلك. المواقف الرسمية للحزب دائما كان يقع انضباط لها والعمل في إطارها. مواقف شخصية أو مواقف يعني معبر عنها من خلال مؤسسات دنيا أو عليا يتم التعبير عنها، المهم أن المجتمع والنخب يتم التعامل مع المواقف الرسمية للحزب. كيفاش كتدبروا هذا النوع من عدم الانسجام الحكومي او اختلافات في التصريحات ما بين قياديين في الحزب واخرين مسؤولين في الحكومه واخرين في قضايا اخرى بحال الاجهاض مثلا؟ كندبروه بآلية أساسية، المقاربة التشاركية والحوار الموسع، لأن الإنسان نحن ضد التنميط، ضد أن يتخذ الإنسان موقف وأن يلزم به الآخرين بحكم وجوده في موقع قرار معين. لا، المنهجية بسيطة، هنا أي قضية يثار حولها خلاف أو تبرز فيها وجهة نظر، كما أشرت مثلا قضية إجهاض أو غيرها، فإن المدخل السليم هو الحوار، والمدخل السليم الثاني كما قلت هو المنهجية التشاركية، أي يتم الاستماع لأناس من خارج مواقع القرار، يعني مثلا أطباء، علماء اجتماع، علماء دين، على أساس أن أي قضية لابد من تحرير ما هو متفق عليه وضبطه، مثل أي يعني هنالك سلسلة من القضايا.
ثم ثانيا تحديد ما هو مختلف عليه وكيفية تدبير ذلك. المهم في هذا الصدد أن المغرب يتوفر على مرجعية دستورية تشكل أرضية وإطار لتدبير الخلاف الذي ينشأ. مثال آخر هو لو تي جي في. فاش كنتوا في المعارضة كانوا عدد من قيادي الحزب عندهم مواقف اللي هي أقرب إلى المناهضة، واليوم وليتم من المدافعين على المشروع، بل حتى أنكم يعني برمجتوا الجزء الثاني من المشروع. واش هذا نوع من الواقعية السياسية؟ واش كانت معطيات اللي خافية عليكم ومنين وصلتوا للحكومة عاد بانت لكم؟ علاش هذا التغيير في الموقف؟ قضية بسيطة، مشروع القطار الفائق السرعة هذا مشروع عندما تحمل المسؤولية الدولة التزامات مالية مع مؤسسات ومع شركات. هذه الالتزامات إذا اتخذنا القرار التراجع عنها تنبثق عنها تعويضات، فلا بد من الوفاء بهذه الالتزامات. مسألة الأخذ بعين الاعتبار قواعد الحكم الجيدة، الشفافية، التدبير المتحكم فيه النفقة العمومية، أي ملاحظة تثار نحن نتفاعل معها إيجابا، لكن المهم أن الالتزامات التي يتم اتخاذ القرار فيها ونجد أن التراجع عن تلك الالتزامات تترتب عليه أمور أكبر من السابق. كانت لدينا تجارب قبل ذلك، ليس فقط حتى على مستوى الجماعات المحلية في بعض المشاريع المرتبطة بالنقل الحضري وجدنا ضرورة المراجعة، لكن قلنا أن ذلك ينبغي أن يتأطر بسياق. في المشروع الآن ديال القطار الفائق السرعة، الآن الأمر أخذ طريقه، دخل مرحلة التنفيذ، أي تراجع ستكون له تبعات سلبية، لكن في نفس الوقت التحفظات والتخوفات المرتبطة بالتدبير الفعال للإنفاق العمومي نحن نأخذ بعين الاعتبار، وستكون هنالك مبادرات في السياسات العمومية ككل، ليس بالضرورة في هذا الأمر، لتدبير هذا الأمر. شكرا مصطفى الخلفي، لنا معك عودة بعد الفاصل. مصطفى الخلفي أهلا بك من جديد في ضيف الأسبوع. نرجعوا ل 25 نوفمبر 2011، فوز حزب عدالة وتنمية في الانتخابات كان متوقع بالنسبة للكثيرين إن لم نقل بالنسبة للكل، ولكن 107 ديال المقاعد كانت مفاجأة كبيرة للجميع بما فيها لكم أنتم أعضاء الحزب. اليوم من بعد مرور 3 أشهر، واش قدرتوا تجاوبوا بموضوعية على هذا السؤال داخل الحزب؟ لماذا صوت المغاربة بهذا الكم على حزب العدالة والتنمية؟ الحزب عقد مجلسين وطنيين، آخرهم واحد كان الأسبوع الماضي، وكان فيه نقاش سياسي، والخلاصات الأساسية بالنسبة إلينا أن التصويت المكثف ناتج على وضوح الخط السياسي للحزب القائم على فلسفة الإصلاح في إطار الاستقرار، وهذا خط جعل الحزب كيتميز على أطروحات أخرى وكيتميز على تجارب التغيير اللي عرفتها دول أخرى اللي قامت إما على الثورة أو تجارب اللي رفضت أنها تنخر التغيير. إذا طرحنا واحد الخط سياسي اللي أدى إلى أن فئات أساسية في المجتمع، الطبقة الوسطى، الفئات الهشة، الفئات المهمشة الموجودة خاصة في العالم القروي، قررت أن تدعم الخيار اللي جسدناه كحزب. العنصر الثاني واللي كانت عنده دلالة ديال التصويت هو القيادة الكاريزماتية للحزب اللي نزلت في حملة انتخابية واسعة، برنامج انتخابي واضح بإجراءات دقيقة، وبحملة تواصلية استعملت أحدث الوسائل التكنولوجية بحيث استطعنا نوسعوا المدى ديال الانتشار في الوقت اللي الأطراف الأخرى كانت لم تستطع أن تقدم نفس هذا العرض الانتخابي. ثم ثالثا اللي كان أيضا محدد هو القدرة التنظيمية، الجهاز التنظيمي اللي كان عند الحزب واللي استطاع انه يتكيف مع التعقيدات ديال التقطيع الانتخابي، ديال نمط الاقتراع، ديال اللوائح الانتخابيه، ديال الحملات المضاده ضد الحزب، بحيث ان في نهايه المطاف استطعنا ان الحزب بهذه العناصر الثلاث، وضوح الخط السياسي، القياده الكاريزماتيه المبنيه على وجود برنامج وحمله فعاله، البناء الجهاز التنظيمي اللي اشرف على الحمله، هذه العناصر الثلاث هي اللي جعلت الحزب هو الموجود في أفضل موقع يمكنهم من الاستفادة من الإيجابيات التي جاء بها الربيع الديمقراطي. إيجابية الربيع الديمقراطي أنه دفع الشعوب تحمل المسؤولية ديالها، أنه انهى الفزاعة ديال الإسلاميين، أنه جعل معالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفساد رهينة بالتحول الديمقراطي.
من هنا الحزب كان في هذا الوضع بهذه العناصر الثلاث اللي تحدثت عليها. كاين عناصر اخرى ولكن هذه الجواب اللي يمكن توفر عليه الان. هذا الجواب ما يمكنش نغفلوا منه واحد العنصر اساسي اللي هو وجود اراده ملكيه في جعل الانتخابات 25 نوفمبر انتخابات نزيهه، وان يتم احترام النتائج التي ستفرزها. في النقط في المشهد السياسي الحزبي كانوا ثلاثة نقط اللي تكلمت عليها اللي مرتبطة بالحزب نفسه، لكن خارج الحزب في المشهد السياسي الحزبي واش ما كانش كذلك وارد بالنسبة لكم أنه كان كذلك ان فوت سانكسيون، الناس صوتوا عليكم بكثرة لأنكم ربما كنتوا الأقل سوءا في المشهد الحزبي؟ هذا الأمر أحد العناصر التي تستعمل التفسير ولكنه عنصر نسبي. لماذا؟ لأن أصلا التصويت العقابي قد يفضي إلى المقاطعة للانتخابات، وكانت دعوات للمقاطعة للانتخابات، ولكن في الحالة ديالنا ما مشاش، لم يذهب إلى المقاطعة للانتخابات، بل ذهب إلى تصويت لفائدة الحزب باعتباره يمثل الخيار الأفضل، أفضل ما هو موجود لمحاربة الفساد والاستبداد، لأن هذا هو الشعار اللي تبنت على أساسه الحملة الانتخابية للحزب، صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد. تكلمتي كذلك على الربيع العربي في المغرب، كانت عندنا حركه 20 فبراير اللي في بدايتها الحزب ما ساندهاش، العداله والتنميه ما ساندهاش، واش ما كتظنش انه بشكل او باخر خروج هذه الحركه للشارع لعب دور في كونكم اليوم كتراسوا الحكومه؟ لا يمكن إنكار ذلك. حركة 20 فبراير في الإطار العام حركة شبابية ذات مطالب مشروعة بغض النظر عن بعض التوجهات أو التيارات أو الشعارات، لكن في الإطار العام كان لها أثر إيجابي. نعم لم تستطع أن تتحول إلى حالة جماهيرية واسعة مثل ما حصل في دول أخرى، لكن في نفس الوقت الحزب استطاع أن يبلور خط سياسي موازي قائم على فلسفة الإصلاح في إطار الاستقرار. هذا الخط السياسي لم نعلن عنه في الانتخابات، بل كان نداء الإصلاح الديمقراطي في شهر مارس، موقفنا من الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس واللي شكل تفاعل استباقي وإرادي مع تحديات الربيع الديمقراطي في المنطقة ككل. إذا بالنسبة إلينا نحن نأخذ الأمر بمنظور شمولي مركب، كل فاعل له مساهمة وله أداء وله دور. نحن في المحصلة موجود الآن في الحكومة، لكن على أساس إطار دستوري سابق على تشكل هذه الحكومة وسابق على الانتخابات ودستور فتح يوليوز، ونحن أيضا موجودون في الحكومة في ظل وجود حراك ديمقراطي مازال مستمر، بحيث أن فلسفة ربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد، جعل أن المجتمع الآن مرت تقريبا على تعيين الحكومة شهرين وعلى تصويت على البرنامج ديال الحكومة تقريبا شهر وأسبوع، في ظل هذه الفترة لأول مرة كنعيشوا حالة سياسية كانت في واحد المرحلة ديال التناوب هذه 14 سنة، لكن الآن كنعيشوها بشكل أكبر رغم مرور هذه المدة. كاين تحفز وكاين ترقب والناس تتابع، ولهذا الآن كونك تحمل المسؤولية ديال الحكومة في ظل هذا المناخ هذه مسؤولية صعبة جدا. اسمح لي نبقى معاك دائما مع حركة 20 فبراير، كيفاش كيبان لك انت الدور ديالها الآن والمستقبل ديالها؟ حركة 20 فبراير مطالبة بأن تقوم بمراجعة عميقة. كانت خروج جماعة العدل الإحسان منها اللي فعلا عكس بأن الحركة تواجه تحديات عميقة حول رؤيتها المستقبلية وفعالية أدوات اشتغالها، لكن في اعتقادي الحركة الآن مطالبة بأن تتكيف وأن تستجيب للخط العام الذي ظهر على المستوى الشعبي والمجتمعي في انتخابات 25 نوفمبر. 25 نوفمبر نسبة المشاركة كانت 45%، هذا شيء إيجابي، لكن في نفس الوقت كيكشف على أن كاين فئات واسعة في المجتمع لم تشارك. هنالك تحدي ربط الحراك الديمقراطي بالفعل المؤسساتي. هذا التحدي اللي الآن بدأ يتعزز، بحيث أن ما يصدر عن الحكومة، ما يصدر عن الوزراء هو الآن في صلب اهتمام الشارع المغربي. والصحف الآن انتعشت من جديد، وسائل الإعلام انتعشت، الشبكات الاجتماعية الفيسبوك انتعش حول ماذا؟ حول أي قضية، حول ما يصدر عن الحكومة. هل أنت متفق أم مختلف؟ شنو كيعني هذا؟ كيعني أن حركة 20 فبراير عليها التلتقط
المسار العام الموجود على مستوى المجتمع، لست في موقع من يعطيها الدروس، بل هي معنية بأن تتكيف مع التحولات التي حصلت وأن تبلور خطا سياسيا يكون أكثر فعالية في تجسيد توجه المجتمع المغربي والشعب المغربي نحو خيار إصلاحي ديمقراطي حقيقي في إطار من الاستقرار، في إطار من الوحدة، دون أن نهدد المكتسبات التي تحققت. وهذا كافي حتى نستطيع أن نتصور موقع إيجابي لهذه الحركة في التطور السياسي للبلاد. العدالة والتنمية هو حزب اللي يتعايش داخله الخطاب السياسي والخطاب الدعوي عبر حركة التوحيد والإصلاح. العدالة والتنمية هو حزب اللي يتعايش داخله الخطاب السياسي والخطاب الدعوي عبر حركة التوحيد والإصلاح، اللي هي مقربة جدا من الحزب واللي تأطروا فيها عدد من قياديي الحزب وأنت منهم. أين ينتهي العمل الدعوي وأين يبدأ العمل السياسي؟ وهل يناقش أعضاء الحزب هذا التدخل بين الاثنين؟ ليس هناك تدخل، كاين تمايز يجعل من الحزب يمتنع عن أن يقوم بالحملات الانتخابية في المساجد، أو أن يرشح خطباء يقومون بأداء خطبة الجمعة مثلا. هذا توجه بالنسبة إلينا نابع من تصور قائم على فلسفة التمايز بين العمل المدني والعمل السياسي. التمايز لا أعني القطيعة، لأن أي عمل مدني سواء دعوي، نسائي، ثقافي، جمعوي، كيفما كان، المجتمع له مؤسساته التي تنبثق منه، والدولة أو السلطة أيضا لها مؤسساتها، وتنشأ حالة تفاعل بين الأمرين. هذا التفاعل ينبغي أن يتم تدبيره بالشكل الذي لا يؤدي إلى طغيان جهة على الأخرى، وفي نفس الوقت أن يقع استيعاب التفاعل الإيجابي الذي هو مطلوب حتى نضمن للمجتمع التوازن في بنيته. الأمر الثاني، هذه هي قضية قديمة بالنسبة إلينا على مستوى المغرب، ماشي لم ترتبط فقط بالدعوي والسياسي أو الحزبي، ارتبطت أيضا النقابي والحزبي، هذه منذ أزيد من 40 سنة. ماذا ما تستوطن فكرة أن أي تكتل سياسي حزبي قوته ونجاحه هو أن يتوفر على قنوات تمتن عمقه على المستوى الشعبي، وتشكل بالنسبة إليه عناصر من عناصر تمثيل القرب، دون أن ينعكس ذلك على استقلالية هذه القنوات النابعة من المجتمع. هذا المعطى الثاني، بحيث خصنا ناخذ الدرس من تجربة مثلا الاتحاد الشراكي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو تجربة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل. كل هذه الدروس تقول بأن فعالية أي حزب سياسي عندما يكون دائما على مقربة وعلى تفاعل مع ما يجري على مستوى المجتمع. الأمر الثالث، وهو أن الدراسة الموضوعية لتجربة الحركة تكشف عن عطاءات مقدرة لها في مواجهة الغلو، في مواجهة العنف، في مواجهة الفكر السري، في تعبئة الشباب الاندماج في المؤسسات وفي المشاركة. لا ينبغي أن نغفل هذا الأمر، ولهذا أنا لا أتفق مع مثل هذه الأطروحة التي تدعو إلى فصل كلي وحدي. وما يمكنش يكون فصل كلي، ولكن شفنا كذلك أنه مج في مواقع اللي ما كيخش يكون فيها مج، وكان آخر مثال هو أمين بوخبزة، المستشار الجماعي باسم حزب العدالة والتنمية في مدينة تطوان، اللي في داخل اجتماع إداري للمجلس قال: أرفع عاقرتي من هذا المنبر بالدعاء إلى الله لينتقم في الدنيا والآخرة من كل من ساهم في دفع درهم الواحد فنانة عاهرات إلى آخره. ولكن هنا أنا ما كان موقع علاقة ما كسياسي. أي ولكن ما علاقة ذلك بحركة التوحيد للإصلاح؟ هل حركة التوحيد للإصلاح من قالت له أن يقول ذلك؟ هل هي التي اتخذت القرار نيابة عن الحزب أو نيابة عنه وألزمته بأن يتخذه؟ الحركة تشتغل وفق منطق واضح. المؤسسات المشتغلة في العمل السياسي أو الأشخاص أو الفاعلين في العمل السياسي عليهم، هم مستقلون يتخذون قراراتهم وفق ما تملي عليهم يعني برامجهم وأعمالهم. ولهذا الحركة لا تتدخل في تحديد المرشحين الانتخابات أو المرشحين للحكومة، لا تتدخل في مصطفى الخلفي. هو ربما ماشي تمازج أو تداخل رسمي ما بين المؤسستين، ما بين الحركة وما بين الحزب، لكن أنا كنتكلم على الفصل بالنسبة للقياديين اللي موجودين في هو الحزب. ليس عضو المكتب التنفيذي لحركة تحول الإصلاح. ينبغي أن نكون واضحين، الأستاذ الأمين بوخبزة عبر عن موقفه في إطار مؤسسة
الحركة تشتغل في المجال الدعوي. التحدي الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، هل العلاقة القائمة الآن بين الحركة والحزب علاقة تداخل تمنع الحزب كما أو تمنع الحركة من أن تتخذ قرارها بكل استقلالية؟ لا، الحزب هيئة مستقلة، الحركة هيئة مستقلة، الحزب مؤسسة سياسية تشتغل في إطار القانون وليس حزبا دينيا مفتوح لكل المواطنين المغاربة، كما أن الحركة تشتغل على مستوى المجتمع وهي مستقلة. في نفس الوقت كل ما يؤدي إلى حصول التداخل السلبي هنالك قرار واضح بالتمايز في الوظائف وفي الرموز وفي الخطاب، وهذا أمر علينا أن نأخذه بعين الاعتبار أن حتى لا نسقط في تعميم أحكام أو مواقف على مجموع التنظيم أو مجموع الحزب أو الحركة. هل قطعت علاقتك بحركة توحيد والإصلاح؟ أنا ابن هذه الحركة، كيف أقطع علاقتي؟ نرجع معك مرة أخرى للحزب العدالة والتنمية وترأس الحكومة. هذا ترأس الحكومة كيجي في فترة صعيبة داخليا وإقليميا، وكاين آمال كثيرة معلقة عليكم. أنت كنت من المشرفين على البرنامج، على إعداد البرنامج الحكومي، ونبغيك تذكرنا بالتزامات الحكومة في مجموعة من القطاعات، ونبدأ بقطاع الصحة. الحزب بنى توجهه بالأساس على ضرورة تحويل الإدارة إلى جهاز فعال في خدمة المواطن. في المجال الصحي البرنامج الحكومي اقترح اعتماد صندوق، وهذا سيتم في القانون المالية لهذه السنة، صندوق يقوم بتعميم نظام المساعدة الطبية على كل المغاربة. عندنا 8.5 مليون من المغاربة المعوزين الذين يجدون أنفسهم في وضعية صعبة من أجل الاستفادة من خدمات العلاج الأساسية. هذا مدخل أساسي، توفير الدعم المالي المطلوب لتلبية هذه الخدمة. وهذا المشروع سيبدأ من هذه السنة، عندنا صندوق لتمويل البرامج الاجتماعية غلافه المالي 2 مليار ديال الدرهم. ثانيا، إرساء نظام فعال على مستوى الحكامة، محاربة الفساد الذي أدى إلى تردي الخدمات الصحية وأدى إلى حصول ارتباك كبير، بحيث هنالك موارد ضخمة الآن على المستوى الحكومي. تم تخصيص 12 مليار درهم لسنة 2012 للصحة، هذه 5 سنوات كانت 7 مليار ديال الدرهم، بمعنى زيادة ديال 5 مليار ديال الدرهم. ثالثا، إذا محاربة الفساد مع توفير الموارد المالية. ثالثا، اعتماد سياسة طموحة لتلبية الحاجيات الملحة المرتبطة بالموارد البشرية وخاصة في المناطق القروية، واعتماد سياسات جديدة للتدخل السريع. المغرب يعاني من تحدي كبير يهم وفاة الأمهات عند الولادة ووفاة الأطفال دون سن الخامسة. المعدل المغربي مرتفع، الآن نتحدث عن تخفيض ذلك إلى 50 فيما يخص الأمهات، إلى 50 في الـ1000. هذا هدف طموح وسنشتغل عليه. هنالك إجراءات أخرى، لكن هذه العناصر الأربع: الاشتغال على دعم القدرات الفئات المعوزة، حكمة جيدة مبنية على محاربة الفساد وتقريب الخدمة. ثالثا، توفير الموارد المالية اللازمة لمواكبة الاحتياجات الجديدة. ثم رابعا، قضية الموارد البشرية. قطاع مهم آخر، التعليم. التعليم فعلا هذا من التحديات الكبيرة عندنا. الصحة والتعليم هو سبب علاش المغرب الآن في الرتبة 130 في مؤشر التنمية البشرية. كاين سبب ثالث مرتبط بالدخل الفردي، ولكن هادو جوج. الأمية احنا في المعدل 30%، عندنا طموح نوصلوا ل 20% بحملة وطنية واسعة. في شمن أجل 20%؟ في 2015 في التعليم عندنا إشكالية الهدر المدرسي، أزيد من 300 ألف تلميذ كي يغادروا ثانوية المدرسة بلا ما يحققوا المعارف اللازمة، وهذا تحدي كبير. والآن ضمن صندوق ديال التضامن كاين تمويل شامل لكل برامج ديال مكافحة الهدر المدرسي. عندنا أسر الآن بسبب عائق مالي كضطر باش الأبناء ديالها يتوقفوا على الدراسة، وخاصة في العالم القروي احنا مشينا في الاتجاه ديال توفير هذا الدعم المالي. الاكثر من ذلك، صندوق التكافل العائلي مخصص للمطلقات اللي ما كيستافدوش من النفقه او الارامل،
هاد السنة غادي ينطلق 160 مليون ديال الدرهم، كيوفر واحد الدعم مالي لكل طفل باش كتستطع امرأة صبحت الصباح الزوج ديالها توفي أو وقع مشكل، كيمكن لها تعتبر أن الدولة غادي تحتضنها وتوفر لها الحد الأدنى باش تنطلق. إذا هذا إشكال، هاد جوج إشكالات، الأمية والهدر المدرسي. ولكن قبل ذلك كاين إشكالية الحكامة وإشكالية استعادة الثقة في المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار لها، والإشكالية ديال النهوض بالأوضاع ديال العاملين في هذا القطاع. هذا غادي يقتضي مراجعة فعالة على مستوى البرامج والمناهج واللي جا هذا الوقت ديالها والكتب المدرسية. غادي يقتضي اعتماد نظام تعاقدي فعال لا مركزي مع المؤسسات التعليمية، باش المؤسسات هي تولي نوليو نتحاسبوا معاها على الإنجازات ديالها وفق النماذج اللي كاينة في بعض الدول اللي هي رائدة. قطاع آخر، القضاء. فعلا القضاء مشكل كبير. المغرب الآن حقق الخطوة الأولى على المستوى الدستوري، الاعتراف بالقضاء كسلطة، وزير العدل ما يبقاش هو المتحكم في التنقيل وفي الترقية وفي التأديب وفي ما يسمى بالحياة المهنية ديال القضاة. الحديث على إقرار قواعد واضحة فيما يخص حقوق المتقاضين، نظام ديال المساعدة وما يهم المساعدة القانونية والقضائية، ما يهم جبر الضرر، الخطأ القضائي، هذه حققنا فيها خطوة على المستوى الدستوري بشكل عام. لكن الآن كاين تنتظرنا أوراش كبرى تهم ليس فقط ترسيخ الاستقلالية، وهذا غادي يوقع على مستوى القوانين اللي غادي تجي من التي ستأتي من أجل تنزيل الدستور، بل أيضا على مستوى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ديال الفعل القضائي، وعلى مستوى الفعالية ديال العمل القضائي. لأن القضاء لاش اللي تحقق العدل، وهذا كيرتبط بموارد بشرية مؤهلة وكفؤة. كاين الرصيد، ولكن قلة الموارد البشرية تجعلنا إزاء تحدي، أن ما يمكنلكش تطلب من قاضي يبت في واحد العدد كبير المئات ديال الملفات في ظرف زمني وجيز. إذا التحدي الآن هو الشغل على تعزيز الاستقلالية، ولكن في نفس الوقت النزاهة والفعالية. هذا غادي تبلور في إطار حوار وطني اللي غادي تنبثق عليه واحد الميثاق وطني لإصلاح القضاء. شكرا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. نتابع الحوار بعد الفاصل. كوزير الاتصال انت مسؤول على الصحافة المكتوبة، على الاعلام السمعي البصري، وعلى الصناعة السينمائية. نبدأ بالسمعي البصري. المغرب عرف مسلسل انفتاح وتحرير لهذا القطاع، اللي فجأة تبطأت الوتيرة ديالو، ان لم نقول انقطعت نهائيا. فوقاش غادي نستأنفوا هذا المسلسل، وفوقاش ممكن تكون عندنا قناة تلفزيونية خاصة؟ أتوقع الوصول لهذا الأمر في أفق سنتين إلى 3 سنوات القادمة. هذه المرحلة غادي تكون مرحلة ديال التأهيل ديال القطب العمومي، الشركات السمعي البصري العمومية، حتى تكون جاهزة للعملية ديال التحرير، لأن التحرير ليس هدفا في حد ذاته. المطلوب هو الرفع من الخدمة العمومية المقدمة من القطب العمومي، وضمان شروط المنافسة الحرة والنزيهة، وضمان حرية المبادرة في إطار من القواعد التي تنظم هذا المجال. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الآن إطارها الإطار القانوني المنظم لها سيكون موضوع مراجعة على ضوء ما جاء به الدستور الجديد. هي هيئة حكامة معنية بتقنين وتنظيم هذا القطاع. المغرب له الآن رصيد على مستوى الإذاعات الخاصة قطع شوطا، وأثبت التجربة أن التحرير الناجح هو التحرير الذي المعقلان المفكر فيه والمعد له بشكل جيد. ولهذا أنا أعتقد عملية التحرير يعني مسألة لا مفر منها. الآن ليبيا، موريتانيا، تونس، اليمن، اليمن، الجزائر في الطريق، فهذا مسار، لكن ينبغي أن نستعد لهذا المسار. وهذا عملية الاستعداد هي التي أسميها بتأهيل الذاتي لتلك المرحلة. في انتظار هذا التحرير، كاين اليوم نقاش في المغرب حول الإعلام العمومي. ما هو تقييمك اليوم لهذا القطاع؟ ما زلنا في حاجة إلى إرساء مفهوم الخدمة العمومية للقطاع العمومي. هذا الأمر يقتضي منا العمل على عدة مستويات. كاين إنتاجات أو إنجازات ذات طبيعة كمية، وكاين إنجازات اللي أحيانا ديال كيفية. لكن الآن الإعلام العمومي في المغرب مطالب بثلاث أمور. أولا انتقال من الكم إلى الجودة،
عندنا إعلام 9 قنوات تقريبا الآن، وعندنا أزيد من 11 محطة إذاعية جهوية اللي الآن غادي باش نرتقيوها لإذاعات جهوية في إطار الجهة، زائد شبكة من الإذاعات الوطنية، 4 ديال الإذاعات الوطنية أساسية. إذا هاد البنية بأكملها الآن عندها تحدي ديال الجودة، تحدي الجودة في علاقته مع ما جاء به الدستور على مستوى الهوية المغربية بتنوعها في إطار الوحدة، وعلى مستوى الحقوق والحريات، كيف يكون الإعلام العمومي رافع للنهوض بمقومات الهوية المغربية ومكوناتها. ثم عندنا أيضا تحدي ثالث يرتبط بهذا الإعلام، وهو القضية المرتبطة بالتنافسية، نسب المشاهدة المرتبطة بالإنتاج الوطني المقدم في الإعلام العمومي نسب جد ضعيفة على المستوى، ونعاني من تنافسية حادة خاصة في المنتوج الخبري أو الحواري أو الوثائقي. المغرب الآن من خلال الإعلام العمومي بيطالب بإحداث نقلة نوعية. أنا أختزل هذه الأمور في يعني هذه العناصر الثلاث، الجودة والتنافسية والهوية، في مفردة واحدة: المغاربة يتطلعون إلى إعلام يجسد ما يسعون إليه، ما يتطلعون إليه، ويحسون بالفخر عندما يشاهدون إليه. أنا أقول بكلمة: المغاربة يحتاجون إلى إعلام يشبههم ويمثل رافعة للارتقاء به. هل أنت كوزير الاتصال أعطيتي إشارات أو غادي تعطي إشارات باش تغير هذا التصور اللي عند المغاربة لإعلامهم العمومي والتصور اللي عند الناس القطاع المشتغلين في القطاع نفسهم ليه؟ كاين الآن سلسلة خطوات انطلقت، عقدت العديد من اللقاءات على مستوى القطب العمومي لشركة الإعلام السمعي البصري حول إعداد دفاتر تحملات جديدة، والتغيير سيتحقق في دفاتر التحملات الجديدة التي انطلقت من التقييم، لأنها الدفاتر التحملات اللي كتعطينا المضمون التحريري، ماذا سنقدم للمغاربة وفق أي معايير، وفق أي نظام أخلاقيات، وفق أي بنية مؤسسات، كيف يكون الإعلام، علاقة الإعلام العمومي بشركة الإنتاج، وما دوره في النهوض بالإنتاج الوطني سواء السمعي أو البصري أو الفني أو السينمائي أو غير ذلك. إذا هي قواعد حكمة جديدة وجيدة تنطلق مما جاء في الدستور الذي ينص على الارتقاء بجودة خدمات المرفق العمومي وتأمين استمرارية هذه الخدمات وتحقيق الإنصاف فيها. إذا هذا الجهد الأول هو مراجعة دفاتر التحملات، العلاقة التعاقدية التي بين الشركات وبين السلطة التنفيذية تحت سلطة وإشراف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. هنالك الآن جهد مكثف للمراجعة ديالها حتى تكون جاهزة في نهاية شهر مارس. الجهد الثاني الذي تم وهو إرساء قواعد جديدة تهم العلاقة مع شركات الإنتاج. نحن الآن نشتغل في إطلاق نظام جديد قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والكفاءة والاستحقاق لينضم هذه العلاقة. ثم ثالثا كنشتغلوا من أجل عمليا عندنا خطوات إجرائية، من بينها رمضان المقبل الذي هنالك الآن جهد مكثف للعمل على أساسه. قانون الصحافة الجديد أو قانون الإعلام كما يفضل البعض أن يسميه، سنوات الإعلاميين كيتسناوه، إمتى غادي يكون واجد وشنو اللي غادي يجيب كجديد للممارسة الصحفية في المغرب؟ هنالك الآن الشغل على القانون الصحافة، هذا التزام حكومي في إطار البرنامج الجديد. أولا ما جاء به الفصل 28 من الدستور أقر أن حرية الصحافة مضمونة، إذا لابد أننا نراجع بشكل عميق نظام العقوبات السلبية للحرية. كاين الآن في القانون الحالي 24 عقوبة سلبية للحرية، التوجه هو التخفيض أو التقليص الشبه الكلي. كاين رأي كيقول بأننا نكتفي بالعقوبات اللي كاينة في القانون الجنائي ونلغيوها كليتين، وكاين رأي اللي كيقول نخليو الحد الأدنى اللي كيرتبط بمثلا جرائم الإبادة ضد الإنسانية، التحريض على العنف، السب أو القذف، على أساس أننا كنعطيو واحد السلطة التقديرية بالنسبة للقاضي أنه كيرجح واش عقوبة سالبة للحرية أو الغرامة أو التعويض. هنا كان النموذج اللي كاين حتى في إسبانيا وفي دول أخرى اللي كدير التكييف الجنائي، ولكن ماشي في قانون الصحافة، حتى في بريطانيا عبر القانون الجنائي. الامر الثاني اللي حنا كنشتغلوا عليه في قانون الصحافه هو القضيه ديال التعويضات. التعويضات الان ما خضعش لواحد النظام، واحد المعايير غادي تولي خاضعه المعايير باش ما تكونش اداه من الادوات ديال
ضرب المؤسسة الصحفية. ثالثا عندنا توجه أن وضع الضمانات اللازمة لضمان حرية الوصول للمعلومة، لأن هي الأكسجين ديال الصحفي وهي الحياة اللي بها كيشتغل. رابعا إفراد باب خاص بالصحافة الإلكترونية اللي هو الآن ولا في انتعاش، 400 موقع إلكتروني إخباري منها تقريبا حوالي 70 نشيطة وفعالة. حنا لا كنوجدوا يوم دراسي على هذا الصحافة الموضوع الإلكترونية. قريبا. ثم خامسا وهذا أمر غادي نفصلوه غادي نبداو به، هو الأول، هو إحداث مجلس وطني. الفصل 28 كيتحدث على مسألة ديال التنظيم الذاتي، مؤسسة مستقلة ديمقراطية في تركيبتها وفي قرار وفي عملية صناعة القرار داخلها. هذا المجلس الوطني يساعدنا في أولا في الوساطة والتحكيم، في تعزيز النهوض بالأخلاقية للمهنة وإرسائها، وفي ضمان ممارسة الحرية ديال الصحافة. كاين اللي كيخافوا من هذا المجلس الوطني للصحافة على أساس أنه ممكن يكون غير هيئة رقابية جديدة. هو هيئة ليس على النقيض من ذلك، هو بالعكس الآن دول في العالم عوض الناس كتلجأ لإحداث هذه الهيئة. علاش؟ باش يوقع تنظيم ذاتي، وعوض ما بقاو يلجؤوا للقضاء أو السلطة التنفيذية تدخل، كاينة واحد المؤسسة أخرى هي اللي كتصارع على النهوض بأخلاقية المهنة. علاش أخلاقية المهنة دارت في الأصل في كل الدول العالمية؟ تمشيو للميثاق ديال الأخلاقيات ديال الجمعية الأمريكية ديال الصحفيين، ولا كنمشيو لبريطانيا كنلقاوها دارت باش ترتقي بالجودة ديال العمل الصحفي. ما يمكنش نسمح للصحفي أنه لأنه صحفي من حقه ينشر أي خبر على أي واحد في أي لحظة بلا ما يتبت، بلا ما يتحقق، بلا ما يعرف الصدقية ديال الخبر. الميثاق الأخلاقية المهنة ما هو؟ هو الأداة المثلى للنهوض بجودة المنتوج الصحفي، باش تكون الهم ديال الصحفي هو خدمة الحقيقة لمصلحة القارئ وليس لمصلحة أي جهة كانت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذا المجلس هو أنه لن يشتغل فقط بالمسألة ديال الأخلاقيات، بل أيضا بالتحكيم والوساطة، باش يوفر واحد الأداة كتضمن المقاولة الصحفية أنها تطور، تستوعب تحدي الاختلالات والمشاكل اللي كتطرأ. والأهم أنه كيساعدنا أن هذا مجلس ديال المهنيين، المهنيون ينظمون أنفسهم. نمشي معاك الآن القطاع الثالث اللي كتحمله في الوزارة، سينما. تكونت مؤخرا جبهة للدفاع عن الحرية في الإبداع، فيها صحفيين، كتاب، مبدعين إلى آخره. مجرد تكوين هذه الجبهة ربما كيعبر على تخوف عند الفاعلين في الميدان السينمائي على التراجع أو على إمكانية تراجع في الحرية في الإبداع في ظل الحكومة الإسلامية. كيفاش ممكن تطمئن هذه الجبهة وغيرها من الناس اللي خايفين؟ وأولا هذه توجسات، الواقع يسير في الاتجاه المضاد لهذه التوجسات. الآن كاين عمل تشاركي مبني على التعاون على أرضية الدستور الجديد. هنالك مرجعية هي الدستور، الدستور تحدث عن قضية الهوية، تحدث عن قضية الحريات، حرية الإبداع، المسؤولية. نحن نحترم ونشتغل في إطار ما جاء به الدستور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليست هذه لأول مرة تنشأ جبهة، نشأت جبهات. المهم أن المجتمع المغربي قطع أشواطا وهو يريد ويتطلع إلى سينما ذات جودة، وبالتالي خصنا ننتقل من الكم للنوع للكيف. نماذج العالمية اللي نجحت في هذه القضية دارت آليات في الدعم، الدعم للسيناريو، الدعم للكتابة، الدعم لإعادة الكتابة، الآليات المرتبطة باللجنة ديال الدعم، العلاقة ديالها مع أصحاب المشاريع، دارت آليات فعالة. ثانيا واش كتفكروا مثلا في وضع مثل هذه الآليات في المغرب؟ تماما، احنا غادي الآن كاين عمل مكثف على وضع دفتر تحملات اللي غادي ينظم العمل ديال الدعم، وغادي يقر قواعد من بينها مدونة سلوك لأعضاء لجنة الدعم تضمن الحياد وكتحترم التعدديه والتنوع اللي كاين في البلاد، وكتضمن ان الحريه تبقى مصانه في اطار من المسؤوليه. غادي نمشي معاك لوحده من هذه الاليات اللي متوفره حاليا واللي كاينه تحت وصايه الوزاره، وزاره الاتصال، هي صندوق الدعم السينمائي. واش ممكن في العهد ديال مصطفى الخلفي نصوروا دعم الافلام مثل كازانيغرا، مثل حجاب الحب، مثل ماغوك او غيرها من الافلام اللي تار الضجه؟ هو خصنا الوصايه لا تعني تحكم في دعم سيناريو معين ضدا على سيناريو.
الذي سيقع وهو أننا سنضع دفتر تحملات ينظم عمل لجنة الدعم، ولجنة الدعم هي التي ستعمل على اتخاذ القرار. لجنة الدعم ستعكس التنوع الموجود في المجتمع، ولكن في نفس الوقت ستنطلق من المرجعية الدستورية. نحن لن نتدخل، لأنه ليست من مهمة وزير أن يتدخل في الإبداع وفي وما يرتبط به، لكن مسؤوليتي أن أسهر على احترام المرجعية الدستورية، أن أسهر على احترام قواعد الحكم الجيدة، على الشفافية، على تكافؤ الفرص، على أن تنتج السياسة السينمائية سينما مغربية تشبه المجتمع وما يتطلع إليه المجتمع المغربي، والأهم أن تحقق لبلدنا موقعا رائدا في التنافسية المحتدمة على المستوى السينمائي. مصطفى الخلفي، ما بقاش الوقت، غادي يمشي معاك المسار الشخصي. يتم وصفك بأنك إسلامي معتدل، ما معنى كلمة إسلامي بالنسبة لك؟ بالنسبة إلي هذا المصطلح هذا توصيف نمطي سائد. بالنسبة إلي أنا إنسان مسلم أحرص على أن ألتزم بما هو بالمرجعية الإسلامية فيما يصدر عني. أدافع عن فكرة أن مستقبلنا كمجتمع يتحقق في دمج إيجابي بين الإسلام والديمقراطية، يمكننا من أن نتقدم في التحديث دون أن نفقد هويتنا ومرجعيتنا. كنت من الأوائل اللي صرحوا علانية بممتلكاتهم بعد تعيينك وزير، والمغاربة اكتشفوا الوسط الاجتماعي البسيط اللي كتنتمي ليه. شنو تبدل في حياتك من وليتي وزير؟ شوية ماشي وسط اجتماعي بسيط، بالعكس كاين اللي اكتشف قال لي راه عندي ممتلكات وكذا. وهذه باختصار شديد الذي تغير في حياتي هو أعباء جديدة على مستوى المسؤولية. طيلة المسار الاجتماعي كان عندي واحد ثابت، وأن المال هو الشيء الذي أن يكون في آخر السلم في التفكير. الإنسان له رسالة في هذه الحياة، خصو يتحملها وخصو يقوم بها، لأن هذه أمانة. إحنا كنا من واحد الجيل اللي تبلور في زمن التحولات الديمقراطية من نهاية من الثمانينيات والتسعينيات إلى الآن، وقدرنا أن نجسد تطلع الشعب المغربي إلى ديمقراطية حقيقية. سؤال أخير، غادي نعطيك مجموعة من الأسماء وقول لي شنو كتعني بالنسبة لك. فؤاد عالي الهمة. فؤاد علي الهمة الآن هو في المكان الطبيعي دياله كإنسان يشتغل إلى جانب جلالة الملك، ونحن اعتبرنا أن هذا يطوي صفحة من الماضي. عبد الكريم الخطابي. هذا أحد الرموز التي كان لها تأثير في مساري منذ الصغر في معركة أنوال وما ارتبط بذلك. وبالنسبة لي نموذج الإنسان المؤمن بوحدة هذا البلد، المؤمن باستقلاله وبسيادته في مواجهة التحديات، وأن إرادة الإنسان المغربي كفيلة بمواجهة المخاطر التي تستهدف البلد. الكاتب المغربي عبد الله الطيح. يعبر عن رأيه، لكن مجتمعنا له قيم هي التي بنى عليها واكتسب من خلالها قوته واستمراريته. الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة. قام بمحاولة فاشلة في التحديث حققت بعض النتائج لكن لم تستطع الاستمرار، والسبب هو أنه عجز عن أن يحل عقدة العلاقة الإيجابية التي ينبغي أن تقام بين الإسلام والديمقراطية حتى ننجح في التحديث. الراقصة نور. المجتمع المغربي ارتبط بنماذج مشرقة على المستوى الفني، لا أعتقد أن هذا النموذج هو من بينها. الصحفي أحمد رضا بن شمسي مدير نشر مجلة تلكل. كانت لنا علاقة تفاعل طيلة سنوات، كان له موقعه على مستوى المشهد الإعلامي في البلد. الآن يعبر عن مواقف سياسية معينة، أعتقد أنه مطالب باستيعاب أعمق للتحولات الجارية في بلادنا.
مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، كنت ضيف الأسبوع على قناة نسمة، شكرا لقبولك الدعوة. مشاهدينا نلتقي الأسبوع المقبل مع ضيف جديد، أمسية سعيدة. ترجمة